امشي بس على كان وقتنا نروح نسمع اللي ناخذ محمد مظهر ثم نعود لمباريات اليوم الاربعاء. استاذ محمد مظهر السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر وتحياتي للكابتن مصر كابتن شريف عبد المنعم والدكتور طلال الاضر. اهلا بك. الاول وحشنا يا مظهر وقول لنا ماذا لديك. وانت طبعا وحشني والنهارده انت مبسوط عشان النادي الاهلي كسب طبعا. مبسوطين مش يعني انت اسماعيلاوي اسماعيلاوي بطاقيه حمراء محدش بيدي اسماعيلاوي حقها قد يا خلي بالك طبعا يا كابتن شريف في انا بحيي الكابتن شريف كان عندي ضيف لاول مره فلازم ابقى سعيد بس مش اكتر من كده. لا يا حبيبي لا لا وكابتن شريف من الناس اللي بتتكلم في الكوره باحترام جدا وراجل حقاني وبيدي كل فرقه اسماعيلي دي ولاده اسماعيلي ده خيره كتير قوي على حتت كتير جدا ده ما شاء الله يعني بلد جميله بمنجتها بقى بلعبتها بحلوين بكله يعني ربنا يخليك كابتن واحنا بنتشرف بوجود حضرتك معانا في برنامج كرة بلدنا. نبدا اخبار اليوم النهارده النادي الاسماعيلي بدا الاستعداد لنادي الكويتي الكويتي في دور ال 32 في البطوله العربيه وكان النهارده في مباراه مع نادي ظفار العماني انتهت بالتعادل 2-2 اخذ الاهداف علاء عبد العظيم الوافد من نادي المنصوره ووجيه عبد الحكيم. المباراه اشترك فيها اللعيبه اللي لم تشارك في مباراة بتروجيت في الامس حضر المباراة المهندس ابراهيم عثمان واللي قبل المباراة عقد اجتماع مع خير الدين نضوي يعني سألوا على تعثر الاسماعيلي في المباراتين وفقدان 4 نقاط يعني برر المدير الفني ان دي بداية دوري واللعيبة بتنسجم مع بعض. خلال المباراة اتصاب وجيه عبد الحكيم اخذنا تصريح من الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي قال اللي هي اصابه خفيفه في انكل القدم لن تؤثر يعني على قوام الفريق خلال مباراه الكويت الكويتي. كابتن محمد محسن ابو قريشة كان ليه تصريح النهارده لكره بلدنا وقال لنا ان يعني كاس العرب هتبقى فرصه للعيبه وللجهاز الفني ان هو يتصالح مع الجمهور بعد يعني الاداء غير المامول امام بتروجيت واكد ان يعني الانسجام لسه ما يعني ما توفرش ما بين اللاعبين ويعني اكد ان خلال المباريات القادمه هيكون في انسجام كبير جدا واكد يعني قال النهارده ماتش الاهلي كنا احنا شايفين ماتش الاهلي في فرق ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني فاكيد لعيبه نادي الاسماعيلي لعيبه شابه ولعيبه عندها خبرات هيبان دوت في المباريات القادمه. اخر خبر معانا النهارده خاص بالكابتن عصام الحضري وهو ان الفيفا نزلت النهارده ستاتس كده على صفحتها وقالت شكرا عصام الحضري وخلال الموقع الرسمي للفيفا كتبوا السيره الذاتيه لعصام الحضري واكدوا ان هو احد افضل الحراس على مر التاريخ. طبعا محمد صلاح كتب قال أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله والحضري رد عليه قال له حبيبي أبو صلاح أنت بداية أسطورة جديدة استمر وكن البداية لجيل أعظم.